انت من خلال هذا التمرين التدريبي رح تكتسب استراتيجيات وتكتيكات بيستعملها المتقدمون باللغة الإنجليزية. بعد هذا التمرين كل اللي حواليك رح ينصدموا من تقدمك باللغة الإنجليزية، وانت حتى رح تنصدم من نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من قناة Master English، أتقن الإنجليزية. حطيت لكم على السبورة 5 جمل فيها أخطاء شائعة عند متعلمي اللغة الإنجليزية. هذه الأخطاء الشائعة ما بيقع فيها فقط المبتدئون، لكن أيضا بيقع فيها اللي مستواهم متوسط وحتى بأول المستوى المتقدم باللغة الإنجليزية. خلينا نشوف شو هن هاي الجمل وكيف فينا نتجنب هذه الأخطاء الشائعة لحتى نتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة وبكل ثقة. طيب أول جملة هي she decided to don't pursue another career. She decided to don't pursue another career. شو معنى الجملة؟ هي قررت أن لا تسعى أو تبحث على مهنة أخرى. إذا career يعني مهنة، يعني أن تغير مهنتها. Another career يعني هي تريد أو كانت تريد أن تغير مهنتها، لكن بالأخير قررت she decided to don't أو أن لا تسعى إلى أو تبحث عن مهنة أخرى. إذن خلينا نشوف كيف فينا نصلح هذه الجملة. فيها خطأ هو هنا، خطأ هو to don't. باللغة الإنجليزية ما فينا نقول don't، بل علينا أن نقول she decided not to. not to، إذن مش to don't خطأ، decided not to pursue another career. يمكن تحس انه هذه الجملة غريبة لانك ما معود عليها، لكن صدقني ان شاء الله نحن رح نتعود على هذه الجملة، رح اعطيك حيلة لحتى ما تعود تنسى هذا النمط من الجملة. اذا she decided، هي قررت not to، ان لا تبحث او تسعى نحو مهنة اخرى. she decided not to pursue another career. طب نور فيني اقول she decided to not pursue another career؟ ما فيني اقول لك انه هذا خطأ، لكن غريب شوي الجملة الاكثر استعمالا هي not to. not to. طيب هون الجملة الثانية try to don't use your cell phone in class. شو وين الخطأ؟ اذا معنى الجملة هو حاول ان لا تستعمل هاتفك الخليوي في الصف. وين الخطأ؟ نفس الشيء مثل الجملة الاولى try not to. اذا try not to use your cell phone in class. أنا اللي حطيت هاي الجملة لحتى تتعود على هذا النمط من الجملة. طيب كيف فيني أنا ما عود أنسى هذا الشيء؟ طبعا أكيد سامع بمقولة شيكسبير to be or not to be، أكون أو لا أكون. طبعا هو ما قال to be or to don't be، ولا قال to be or to not be، بل قال to be or not to be. وهذه الجملة إن شاء الله حتخليك تتعود على هذا النمط. إذا اقرأ هذول الجملتين مع to be or not to be، وإن شاء الله رح تتعود أنت تصير تكون الجمل بهذه الطريقة. خلينا نشوف الجملة الثالثة I didn't go because I didn't want. لم أذهب لأنني لم أكن أريد. I didn't go because I didn't want. وين الخطأ بهالجملة؟ هذه الجملة ناقصة، لازم يكون في كلمة زيادة إلى هذه الجملة. لماذا؟ لما تقول I didn't go because I didn't want قد يفهم عليك، بس هيحسوا في شي خطأ بالجملة. نحن بالإنجليزية حنقول I didn't go because I didn't want to. لم أذهب لأنني لم أكن أريد. هون to طبعا نفهم to go، يعني هي بدل من أنه نكرر أنفسنا نقول I didn't go because I didn't want to go، بدل ما نكرر نفسنا حنقول فقط to ونفهم الذهاب. لم أذهب لأنني لم أكن أريد الذهاب، هيك بنفهم باللغة الإنجليزية. لكن I didn't go because I didn't want to.
طب خلينا ننتقل الآن إلى الجملة الرابعة. He is good at remember names. هو يجيد حفظ الأسماء. هو جيد في حفظ الأسماء. He is good at remember names. والخطأ بهالجملة، الخطأ هو بالفعل ولازم تكون remembering. هلا بالكنش. He is good at remembering names. طيب I'm thinking about go for a walk. أنا أفكر في الذهاب إلى مشي. يعني أنا أفكر في جولة مشي. أنا أفكر في أن أمشي. I'm thinking about go for a walk. نفس الشيء أيضا هنا الخطأ بهذا الفعل. ما فينا نقول I'm thinking about go for a walk. بل علينا أن نقول I'm thinking about going for a walk. إذا الخطأ نقول remember. خطأ نقول go. لماذا؟ لاحظوا اللي بهالجملتين في عنا ablon at و about. شو هالنوع من الكلمتين؟ هول الكلمتين شو نوعهم باللغة الإنجليزية؟ هول prepositions. ما معنى prepositions؟ يعني حروف جر، أو يعني اللي بيعادلوا حروف الجر عنا باللغة العربية. إذن لا نستطيع أن أقول at remember ولا about go بعد حروف الجر، بعد the prepositions. لازم يكون إذا إجا عنا فعل لازم يكون هذا الفعل gerund. شو يعني gerund؟ يعني ينتهي ب ing. إذن ing هذا هو gerund. gerund هو فعل ينتهي ب ing ويعمل عمل الاسم. فهو جيد في حفظ الأسماء، مش هو جيد في يحفظ الأسماء. نفس الشيء باللغة العربية تقريبا. He's good at remembering names. I'm thinking about going for a walk. هول هن جملنا لليوم. طيب شو معنات؟ يعني خلينا أعطيكم مثال بعد لحروف الجر. في عنا مثلا in, on, at، لسرتوا كلكم بتعرفوهن، for، about، إلى آخره. إذا الآن نخليكم تعملوا سكرين شوت، لكن تأكد إنه رح أبعث لكم إن شاء الله صورة عن السبورة غدا على قناتي في التليجرام، على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، صفحتي في الفيسبوك، فتأكد إنك تتابعني. خلينا نعيد الآن قراءة هذه الجمل لحتى نعود الأذن إنه على الجمل الصحيحة، ما نوقع بالأخطاء. يعني أول شيء تعلمناها بشكل قواعد كتابة قراءة، لكن هلأ بدنا نعود أنفسنا على الاستماع. وإنت كمان حاول تردد هذه الجمل من بعد، يعني حاول تعود عضلات فمك على هذه الجمل وعلى الجمل الصحيحة والسليمة في اللغة الإنجليزية. يلا خلينا نقرأهم سوا. She decided not to pursue another career. She decided not to pursue another career. إذا حابب تعمل بوز ليكون عندك وقت أكثر لتلفظ الجمل، رجاء أعمل بوز. Try not to use your cell phone in class. Try not to use your cell phone in class. أكيد لنحفظها هذا النمط من الجملة. To be or not to be. ما منقول to be or to don't be ولا to be or to not be. I didn't go because I didn't want to. I didn't go because I didn't want to. He's good at remembering names. I'm thinking about going for a walk. إذن هذا كان درسنا اليوم. بتمنى يكون عجبك وبتمنى تكون استفدت. هذا الدرس فيه العديد من المعلومات القيمة مجانا لإلك، ما بكلفك غير تعمل لايك، ورجاء تكتب تعليق تحت الفيديو وعمل شير ليستفيد الغير ويعمل الخير. شكرا كتير لإلك. إذا حابب تتعلم المزيد معي بنصحك تشير هذا الدرس، هذا أحدث درس لإلي وليوصلك الدروس أول بأول وتكون من أوائل المستفيدين إن شاء الله. اضغط على هذه الدائرة، عمل سبسكرايب، فعل زر الجرس إذا ما عمل سبسكرايب already. شوفكم إن شاء الله بالدرس المقبل. السلام عليكم.